السلام عليكم، معكم مهندس ياسر الليسي. احنا في الفيلم ده ان شاء الله هنتكلم على تنفيذ يعني هنتكلم على التنفيذ والتسليح بتاع الأعمدة، لكن مش هنتكلم على الديزاين خالص. وفي الفيلم ده هنختص بالذكر بس الأعمدة الشورت كولومز اللي عليها اكسيال لود، يعني بمعنى أصح اللي عليها كومبريشن فورس بس. طيب مبدئيا بس كده، احنا بالنسبة للكولومز اللي هي الأعمدة، اوكي، اول حاجة العمود دوت عبارة عن منبر رأسي بيتصمم دايما على اكسيال لود، اوكي، بنسميه بي مثلا. طيب ده عادة بيتحسب ازاي؟ بنشوف الاوزان اللي رايحة على العمود او الاحمال اللي شايلها العمود. الطبيعي طبعا العمود ده بيبقى شايل كمرات، ده الطبيعي لو هنتكلم على عمدان عادية مش شايل بلاطات فلات سلاب. طيب الطبيعي ان احنا المفروض نعمل لود ديستريبيوشن للبلاطات عشان نجيب اللود اللي على الكمرات. طيب ونفصل الكمرات دي ونحسب الرياكشنز بتاعتها. طيب ونحسب مجموع رياكشنات او الرياكشنز اللي بتأثر على العمود، هنسميها مثلا بي، يعني بي في المثال ده هتساوي ايه؟ ار واحد بلس ار تو، يعني ايه؟ بلس ار اتنين. طيب المهم المفروض نرجع نجمع عليهم الاون ويت بتاع العمود ووزن العمود نفسه. يا اما بيتحسب لو احنا محددين ابعاد العمود او ابعاد قطاع العمود من الاول، يا اما بناخده تقريبا في حدود 10% من البي اللي عليه، يعني بمعنى صح الاون ويت يبقى تقريبا ايه 10% من ايه مجموع رياكشنات الكمرات اللي فوقيه. طيب عندنا حاجه تانية برضو، الفرق بين العمود والحيطه الخرسانه المسلحه، الفرق بينهم ايه؟ لو احنا خدنا كروس سيكشن افقي في العمود، ابعاد القطاع بتاعه بنسميها بي في تي. طيب البي عادة بيرمز للعرض الصغير والتي بيرمز للعرض الكبير. طيب عشان نسمي المنبر اللي قدامنا ده كولوم عمود، المفروض ان التي ما تزيدش عندنا عن 5 البي، يعني دايما التي لو في حدود 5 البي او اقل بيتسمى عندنا كولوم. طيب لكن لو التي زادت قوي بقت اكبر من 5 البي، ساعتها دي بتبقى حيطة خرسانة مسلحة. الحيطان كويسة طبعا وكل حاجة، لكن طريقة تصميمها مختلفة عن طريقة تصميم الأعمدة، ودي مش مجال حديثنا النهاردة في الفيلم دوت. فعشان كده الفيلم ده احنا بنتكلم دايما في الأعمدة التي ما تزيدش عن كام؟ عن 5 البي. طيب أنواع الأعمدة، اوكي، عامة عندنا ايه نوعين مشهورين اوي للأعمدة. النوع الأولاني اللي هو الشورت كولومز اللي هو بالعربي الأعمدة القصيرة. طب النوع التاني بنسميه لونج كولومز، اوكي، اللي هو الاعمده الطويله او الاعمده النحيفه. الفرق بينهم في التصميم ايه؟ الفرق بينهم ان الاعمده القصيره القطاع بتاع العمود يعتبر نسبيا كبير شويه بالنسبه لارتفاعه، يعني بالبلدي كده كأن عمود قصير وتخين، لو اثر عليه اكسيال لود، اوكي، في الحاله دي العمود ده مش هيحصل له باكلينج، مش هيتني. يبقى المفروض الشورت كولوم ده بيتصمم على ايه؟ اكسيال لود كومبريشن بس. طيب لكن العمود اللونج كولوم يعتبر عمود نسبيا طويل ورفيع، ابعاد الكروس سيكشن تعتبر صغيره شويه بالنسبه لارتفاعه، فالعمود ده لو اثرنا عليه باكسيال لود دلوقتي، طيب هتكتشف ان العمود ده هيتني، هيحصل له باكلينج. طيب الباكلينج دوت العمود التنى، التنى يعني بقى في حته عليها تنشن وحته عليها كومبريشن، يعني بمعنى صح بقى عليه بيندنج مومنت. يبقى المفروض اللونج كولومز لو بيأثر عليها اكسيال لود تتصمم على ايه وايه مع بعض؟ نورمال وبيندنج مومنت. اوكي، طيب احنا النهارده ان شاء الله بنتكلم او في الفيلم ده بنتكلم على التنفيذ والتصميم بتاع الاعمده الشورت كولمز. اوكي، طيب اشكال قطاعات الاعمده، وعلى فكره دي ما تفرقش سواء عمود شورت او لونج، ينفع شكل الكروس سكشن بتاع العمود يبقى اي حاجه اي شكل زي ما احنا عايزين، بس الاشهر بالنسبه لنا ايه؟ يا اما كروس سكشن بتاع العمود يبقى مربع، اوكي، وساعتها بنسمي ابعاد القطاع بي في بي. في شرط واحد بس، ان البي عندنا ما تقلش عن 250 مللي، يعني 25 سنتي. طيب في الكود مكتوبه 200 مللي، يعني في الكود مكتوب ان هي ما تقلش عن 20 سنتي، لكن بصراحه في التنفيذ فعلا ما ينفعش نقللها 25 سنتي لكذا سبب. اولا مثلا لو في حيطه عرضها 25 مبنيه جنب العمود، ما ينفعش تخانه الحيطه تبقى اكبر من ايه؟ من سمك العمود. حاجه تانية، لو العمود ده شايل فوقيه كاميرا عرضها 25 سنتي، ما ينفعش العمود اللي شايل يبقى عرضه اقل من الكاميرا المتشاله. عشان كده بصراحه احنا المينيموم فعلا في التنفيذ ما يقلش عن كام؟ 25 سنتي. طب ده في الاعمده المربعه. طب الاعمده المستطيله هتلاقي ابعاد الكروس سكشن زي ما قلنا بي في تي، في شرطين، ان البي ما تقلش عن 25 سم يعني 250 مللي زي ما اتفقنا، وتاني حاجه عشان ما يتحولش العمود ده الحيطه المفروض التي ما تزيدش عن كام؟ عن 5 البي. طيب بالنسبه للاعمده الدائريه، الاعمده الدائريه طبعا ملهاش بي ولا تي، لكن ليها الدايمتر اللي هو دي. طيب المفروض عندنا الدايمتر دي دوت ما يقلش عن كام؟ عن 300 مللي، 30 سنتي. برضو في الكود مكتوب ان هو ما يقلش عن 20 سنتي، لكن حاجه ليها علاقه بالتنفيذ والصب احنا اكشلي المفروض ما نقلش عن كام؟ 30 سنتي. ده بالنسبه للايه؟ للدايمتر.
طيب ينفع عندنا اي شكل تاني للاعمده زي ما احنا عايزين، اي حاجه، المهم نحقق شرطين، ان اقل عرض ما يقلش عن 250 وان اكبر طول ما يزيدش عن كام؟ عن 5 البي. طيب بالنسبه لتنفيذ الاعمده، طبعا نتكلم كلام مبسط خالص 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 المفروض كلنا عارفينه، بس ريفريشمنت كده للناس اللي لسه حتى ما نزلتش تنفيذ. المفروض بتعمل ايه؟ اول حاجه الشد الخشب بتاعه الاعمده بيبقى شكلها عامل ازاي. الطبيعي طبعا ان الشد الخشب بتتكون من الواح خشب وعروق خشب. طيب لوح الخشب الواحد زي ما احنا شايفين كده، اوكي، بيبقى ليه ابعاد معينه، تخنته سمكه بتبقى بوصه يعني 2 سم ونص. طيب العرض بتاعه بيبقى يا 10 يا 12 يا 15 سم، دي عاده العروض اللي موجوده في السوق، وارتفاع بيبقى فرنج من 3 ل 4 متر، وطبعا ممكن نقص منه زي ما احنا عايزين. طيب عاده كده راجل النجار المسلح لو هيعمل جنب للعمود بيعمل ايه؟ بيحط كذا لوح على سيفهم كده زي ما احنا شايفين، ويحط الواح بالعرض ويمسمرهم كلهم في بعض، ده بيعتبر عندنا جنب للعمود. طيب عشان ننفذ عمود مربع او مستطيل هنعمل ايه؟ هنيجي نحط عندنا، يبتدي النجار المسلح يحط 3 جناب للعمود، وطبعا يمسمرهم مع بعض ويبتدي يحط بين يربطهم مع بعض بعروق وقمط. طيب الجنب الرابع عندنا بنسميه باب العمود، ده لسه ما بيتحطش دلوقتي، بيتعمل لكن ما بيتقفلش دلوقتي. طيب بيجي راجل الحداد المسلح يبتدي يحط التسليح بتاع العمود، بنسميه قفص الحديد، بيتكون عندنا من تسليح رئيسي اللي هي الاسياخ اللي بالطول، وبيتكون عندنا كمان مكانات اللي هي بالعرض. طيب الراجل الحداد المسلح بيحط قفص الحديد ده، ويجي هنا دور المهندس يستلم من الحداد. ازاي؟ نبتدي نعد الاسياخ، محطوط الاسياخ اللي هو التسليح الرئيسي اللي انا عاملها بالازرق ديت، طيب اعدادهم مظبوط ولا لا، الفايات بتاعتهم اللي هي اقطارهم مظبوطه ولا لا، زي موجوده في اللوحه ولا لا، المسافات بينهم مظبوطه ولا لا. طيب حاجه كمان مهمه قوي، هنبتدي نبص على الكنات. بالنسبه للكنات اللي هي مرسومه عندنا بالاحمر ديت، طيب نبتدي نشوف الكنات متقسطه صح ولا لا، يعني ايه متقسطه صح؟ يعني السفه بينهم مظبوطه ولا لا. وحاجه مهمه جدا لازم نعمل تشيك هنا، ان الكنات متربطه كويس مع التسليح الرئيسي بسلك رباط، في سلك رباط ده عباره عن سلك رفيع كده. طيب بيجي راجل الحداد المسلح يجيب 3 4 مع بعض ويبرمهم، ويربط التسليح ده مع الايه؟ الكنه، مع اي تسليح من الايه؟ من التسليح دوت. طيب بعد ما استلمنا عندنا الكلام ده كله، في حاجه صحيح كمان محتاجين نبص عليها، نبتدي نبص عندنا التسليح ده محطوط له بسكوت ولا لا. البسكوت ده خد بالك بيبقى عباره عن حته بلاستيك صغيره او بتتاخد مونه بس عشان تحافظ على الكفر بتاع العمود. المهم طيب استلمنا خلاص من الحداد المسلح، هنبتدي عندنا ايه؟ نخلي راجل النجار يقفل باب العمود. طيب ونستلم من راجل النجار، مهم قوي بقى نستلم منه كذا حاجه، التقويات بتاعت العمود، العمود ده التقويات بتاعته قويه ولا لا، يعني من الاخر حاطين عروق خشب ومتربطه بقمط كويس ولا لا، خوفا ان احنا لما نيجي نصب الخرسانه الخشب ده يضرب مننا، لان الخرسانه ساعتها هتعمل بريشر جامد على العمود من ايه؟ يعني من جوه. طيب حاجة تانية عندنا مهمة برضو قوي، لازم نستلم الفيرتيكاليتي بتاعة العمود اللي هي ايه؟ استطالة الع... او سوري رأسية العمود، وعادة بنستلمها يا اما بمزان يا اما بتدوليك، يا اما اشهر حاجة بنستلمها بمزان خيط، ودي بتبقى طبعا ايه؟ اسهل حاجة. طيب بعد ما نعمل الكلام ده كله، تستلم من النجار والحداد، بنخلي راجل النجار المسلح يبتدي يدق حتة خشبة صغيرة في الجنب، اوكي. طيب الخشبة دي بالظبط كده بتعبر عندنا عن فين المكان، فين المكان اللي هنوقف عنده منسوب الصب، يعني احنا المفروض لما نيجي نصب الخرسانه هنعرف بالظبط هنوقف منسوب الصب فين، والطبيعي ان احنا بنوقف منسوب الصب عندنا عند منسوب اعلى الكاميرا. يعني ايه منسوب اعلى الكاميرا؟ يعني مثلا مثال، او الطبيعي خد بالك ان احنا لما نيجي نصب اي دور بنصب على مرحلتين، بنصب العمدان على مرحله، وبعد كده بنصب السقف اللي هو البلاطات والكاميرات على مرحله ثانيه. فانا المفروض لما اجي اوقف منسوب الصب بتاع الاعمده اوقفه فين؟ عند منسوب اعلى الكاميرا بالظبط. وعلى فكره المنسوب عندنا في موقع بنسميه شرب، يعني الخشبه دي محطوطه مخصوص عشان تعلم فين الشرب اللي هنوقف عنده الصب. طيب المفروض خد بالك يعني مثلا مثال، العمود لو الدور ارتفاع الدور عندنا 3 متر، يعني مثلا مثال لو مثلا الارتفاع الدور عندنا كان 3 متر، اوكي. طيب وكان العمود دوت شايل كاميرا دبسها 50 سم، يبقى احنا المفروض نوقف منسوب الصب فين؟ 3 متر ناقص 50 يعني تقريبا 2 متر ونص. طب لو العمود ده شايل كاميرتين من ناحيتين، مثلا كاميرا دبسها 50 وكاميرا دبسها 70، يبقى ساعتها المفروض ارتفاع او منسوب الصب يبقى قد ايه؟ ارتفاع الدور مثلا هو 3 متر ناقص تخانه الكاميرا الكبيره اللي هي 70، يبقى ساعتها ارتفاع الصب او منسوب الصب تقريبا عند كام؟ 2 متر ونص. طيب عادة لما نيجي نصب الأعمدة بيتصب بحاجة من اتنين، يا إما بيتصب ببامب
وطبعا ده بيبقى الشغل انضف شويه، لكن يعني لازم ناخد شويه بريكوشنز فيه. ايه هي؟ ان لو انت هتصب بامب لازم التقويات بتاعه الخشب تبقى اقوى بكتير، لان البامب بتعمل لما نيجي نصب الخرسانه، الخرسانه بتنزل جوه الايه، جوه العمود من جوه بضغط جامد قوي قوي قوي، ممكن تضغط على الخشب، الخشب كله يضرب مننا، يعني معنى صح ايه، الخشب بيتكسر قوي يفك. فعشان كده محتاجين تقويات قويه جدا جدا لو هنصب بامب. طيب لو هنصب الشغل البلدي بقى العادي اللي هو بنسميه خلاطه نحله دوت، اللي بيحصل ايه، بيجي العمال بيجيبوا القصعه، القصعه دي فاكرين اللي هي كيرف، شكلها كيرف دي من ايام قدماء المصريين ديت. طيب بيحطوا فيها الخرسانه ويجي راجل نجار يعمل لهم سلم يطلعوا يصبوا منه الخرسانه. طيب فلازم نراعي كذا حاجه. اولا في الحاله دي بنضطر نخلي الخرسانه بتاعتنا ناشفه شويه، يعني الووتر كونتنت فيها قليل شويه عشان ما يدلدقش على العمال وهم ايه، وهم شايلين خرسانه، وعشان القصعه كمان تاخد كميه خرسانه اكبر. اوكي طيب، فنوفر شويه في الوقت. بس نراعي حاجه بقى، احنا كده بنطلع بنرمي خرسانه نسبيا ناشفه شويه من ارتفاع تقريبا 2 متر ونص، فبيحصل عندنا مشكله سخيفه شويه. ايه هي؟ ان احنا خايفين يحصل عندنا تعشيش للخرسانه، يعني بمعنى اصح ببقى خايف ان دايما في حته فويد في النص ايه، ما تبقاش مليانه خرسانه وانا مش شايفها، بحس ان العمود من جوه يبقى فويدد، يعني ايه في فراغ في النص، طبعا بيبقى اضعف بكتير. فاحنا عاده لازم نراعي ان واحنا بنصب الخرسانه طبعا تتصب واحده واحده كده، وبنستخدم دايما الهزاز موجود في الاعمده. الهزاز اللي بيستخدم دوت لازم نراعي فيه كذا حاجه. ايه هو؟ ان احنا ما نستخدموش كتير. يعني ايه ما نستخدموش كتير؟ لو انت فضلت حاطط الهزاز كتير جوه، لا جوه الخرسانه فيها شويه عيوب، بتعمل اول حاجه بليدنج، يعني بمعنى صح بتعمل نطح، الميه اغلبها بيطلع لفوق. تاني حاجه بتعمل سيجريجيشن، اللي هي بتعمل ايه بالظبط، انفصال حبيبي، يعني تلاقي ان الزلط نزل تحت والرمب طلع فوق، فطبعا الكلام ده ميبقاش كويس بالنسبه للعمود. فلازم نراعي طبعا الهزاز مهم قوي في الاعمده، لكن كمان لازم نراعي ايه، الهزاز ما استخدمش كتير، لازم الموضوع يبقى ايه بحدود. طيب ده كده خد بالك بالنسبة للأعمدة المربعة أو المستطيلة. طيب بالنسبة عندنا الأعمدة المدورة، طيب العمود المدور لما نيجي نعمل الشدة بتاعته بتبقى حاجة من اتنين، يا إما شد خشب، والشد خشب بتتعمل بنفس الأسلوب اللي فات، برضو بيجي الراجل إيه النجار يبتدي يحط عروق خشب، بس يبتدي تاخد شكل السيجمنتس بالمنظر دوت. طب دي بتتربط مع بعض إزاي؟ طيب بنيجي طبعا برضو بنحط عروق خشب اوكي، ويتمسكوا برضو مع بعض بقمط، لكن بنيجي تقريبا كل نص متر نروح جايبين سيخ بتاع كيانة، يعني بيبقى فايت 8 يتربط حوالين الخشب من بره تقريبا كل نص متر، برضو عشان العمود ده ما يضربش. طيب والمهم ونصب عندنا الايه، الخرسانة. طبعا خد بالك ان بعد الخرسانه ما بتنشف ونفك الشد الخشب، هتكتشف ان الشكل العمود مش، او كروس سكشن عمود مش مدور بالظبط، بيبقى شكله عباره عن سيجمنتس. طيب احنا فاكرين كنا قلنا المفروض ان الدايمتر في الحقيقه ما يقلش عن 300 مللي. ليه؟ لان لو الدايمتر بتاع العمود صغير قوي قوي، واحنا اتفقنا ان عرض لوح الخشب الواحد يا 10 12 يا 15 سنتي، هتكتشف ان عدد السيجمنتس قليل قوي. طيب واحنا عندنا بنفضل دايما نخلي الدايمتر كبير عشان نزود عدد السيجمنتس، لان انت كل ما يزيد عدد السيجمنتس خد بالك اوكي، بعد كده احنا نشوف العمود ده مدور ازاي، هتلاقي ان راجل بيجي راجل مبيض يبتدي يحط محاره او يحط مونه اوكي حوالين العمود ده، بحيث ان احنا نشوفه ايه، نشوفه مدور. طيب خد بالك لو عدد السيجمنتس قليل اوكي بالبلدي، يعني الدايمتر قليل في عدد السيجمنتس قليل، فيجي راجل المبيض المحاره هيبتدي يضطر يربي مونه كتير قوي. وخد بالك تخنت المونه لما تزيد بيبقى مشكلتها ايه، ان مع تغير درجات الحراره بين الصيف والشتاء بتبتدي المونه دي تشرخ، لو كفر كبير، لو المونه دي تخنتها كبيره، فانت ممكن تبقى شايف العمود مشرخ. طبعا دي بالنسبه لنا حاجه مرعبه، وهو في الحقيقه مش شرخ في الخرسانه، هو في الحقيقه شرخ في البياض. عشان كده احنا بنفضل دايما لو هنعمل العمود شد خشب، لو العمود مدور شد بتاعته خشب، يفضل الدايمتر بتاعه يزيد سنه عشان اتفقنا ايه، عدد السيجمنتس يزيد شويه. اوكي طيب في عندنا حاجه كمان هي شغل انضف شويه، ويعني ابتدت تبقى موجوده شويه في السوق، ان احنا نعمل شده معدنيه، شده معدنيه للعمود المدور. بنعمل ايه؟ بنجيب نصين ماسوره اوكي، يعني ماسوره مقسومه نصين. طيب وبيتلحم فيها خوصه حديد يمين وشمال، دي عشان المسامير. اللي بيحصل ان احنا بنحط النصين دول على بعض ويتربطوا من الجناب بالمسامير ونصب الخرسانه، فطبعا هتضمن تماما اوكي ان الايه، العمود دوت هيطلع مدور. طيب وبعد وخد بالك دي بنسميها عندنا فير فيس، فير فيس يعني مش محتاج مبيض محاره بعديه. اوكي طيب حاجه كمان، ايه هي؟ ايه العيوب بتاعت الشده المعدنيه؟ هم عيبين بصاب بصراحه، او طبعا هي ككواليتي بتطلع لك كواليتي انضف بكتير من شده الخشب، ده بالنسبه عندنا للايه، الشده المعدنيه بتاعت العمدان المدوره. لكن عيبها اول حاجه ان هي مكلفه،
وكمان مشكلتها ان لو انت مثلا ان هي محكومه بدايمتر معين، يعني مثلا لو انت عندك في دور واحد عمود دايمتر بتاعه 60 سم، وبرده في نفس الدور دايمتر عمود تاني دايمتر بتاعه 70 سم، انت هتضطر تجيب شده لده وتجيب شده لده. وعلى فكره الشدات دي بتتباع او بتتاجر، يعني ممكن تاجرها مش شرط تشتريها. اوكي، حاجه تانية برضو عيب، هو مش عيب رهيب يعني، ان الشده المعدنيه دي وزنها تقيل شويه، فالعمال وهم بينقلوا الشده المعدنيه دي من دور لدور وخباك بيبقوا طالعين على سقالات، فالموضوع بيبقى مزعج شويه، لكن طبعا هي ككواليتي بتبقى ايه، بتبقى انضف بكتير.